السلام عليكم الخوت، حياكم الله، تحياتي لكم الخوت. عندنا اليوم عملية إرسال من لاجونز ديال الغزالة إن شاء الله للمتتبعين ديالنا، الله مبارك. عندنا خويا عبد الله من جديدة، الله مبارك. الأمانة ديال خويا عبد الله 40 إيترو ديال الزيت، الله مبارك. ها هي خويا عبد الله، تحية لنا جديدة. وخويا المرضي السملاني من جديدة، هاج 10 إيترو ديال الزيت و10 إيترو ديال الطرقات. ديال الطرقات، هادي الطرقات، الله مبارك تبارك الله. هادي الزيت. دابا باقي ما ديور فينا من الحلاوه، ولا ديال الطرقه يدير الملحه، يدير نهار يبغي اش يدير فيه الحاج، يدير فيه الملحه حشه ونهار يبغي يشق يبغي يحلى يحيد الماء يشقه ويديرو في الطارو ويبدا بعد 3 ايام 4 ايام وريح صافي يدير فيها الملحه حشه. الله يرحم والدينا ويرجع الحاج، الله يحفظك. وهذه خوت، هذا متتبع من ساحل العاج من افريقيا، وبغى نصيفط ليه هاد 20 يترو الفاس. خويا راني خلصت عليها، راه خالصه ناضيه خويا المرضي. ها 20 يترو ديالك خويا، راه الزيت راه مليحه، الله مبارك، راه دوريجين الله يبارك. والروح ديال الزيت، الروح ديال الزيت خويا المرضي اختوريه، الله يبارك. كما قلت لكم هذا من ساحل العاج متتبع ديالنا من افريقيا، غنصيفطوا ليه هاد 20 يترو الفاس. وهذا خويا السملاني من جديده، 10 يترو ديال الزيت و10 ديال الطرقان. وخويا عبد الله 40 يترو ديال الزيت، الله يبارك. الامانه ديال خويا عبد الله، والله يسر والله يدير الخير. وتحياتي للخوت، ومرحبا بالاخوان اللي خاصو الزيت، مرحبا والف مرحبا به. واللي بغى كاع يطحن طون ولا جوج ولا 500 كيلو، نطحنوا ليه الزيتون. والمعطار الخوت اللي كاين دابا حاليا راه من 15، كاينه 15 16 حتى 18، من 15 حتى 18 المعطار اللي تعطيه في المية، اللي تعطي في المية ما مقادش، يعطي من 15 ل 18 ملي كيتم غادي كنقص راه كنقصوا عندنا. وان شاء الله راه باغي نتقدى السلعه غدا ان شاء الله الخوت، ان شاء الله سخر الله ولا طاع عليا بشي ثمن زوين ان شاء الله. وعطاتني عطاتني السلعه تكون زوينه وعطاتني معطى زوين، راه نقصوا الثمن، غنبيعوا ب 80 درهم الليترو. ومرحبا بالخوت، والله يسر. هذه راه الروح ديال الزيت الخوت، وهذا الشيء راه تيبقى تقليد الخوت. هذا الشيء راه حنا بيناتنا الله مع اي واحد الخوت، راه المليح لا في السردي لا في الزيت، راه داك الشيء راه ما كاينش اللعب الخاوي الخوت، والله يسر والله يدير خير. واكثر ديال الاخوان راه تيعطونا الخوت، الحباب اللي متبعين معنا القناه عارفين شنو كاين في القناه، ودايرين الثقه التامه، هذا الشيء اللي كاين الخوت. وحنا راه ما خيبوش الظن ديال شي واحد، كاع اللي صيفطنا ليه شي حاجه الزيت بالصحه والراحه الخوت، والله يسر والله يدير الخير. وحياكم الله، يلا سي محمد نمشيو ان شاء الله، الله يدير الخير. اللي عطى الله هو هذا ياك، الله يسر. هادشي اللي كاين راه كله امانه ديالو، صيفطنا ليه الخوت، والله يسر الامور. وحياكم الله والله يدير الخير. السلام عليكم. الزيت راه مليحه الخوت، الله يبارك والله يسر، حياكم الله. السلام عليكم.